أهلا وسهلا بكم مشاهدي ومتابعي برنامجنا العربي بيت للكل، وحلقة أخرى من البلد الذي أدمن الحرف وملامسة المعنى من العراق، وحلقة خاصة عن الشعر الشعبي. ونقول مرت على بالي ودخت واخذت لي عقلي، تسودنت حاشيتي المراية وقلت لا تنسى جرحك يا قلب، جاوبني هي ساحة حرب ما بين روحك والمحب، لازم تدق راية، الخسران هو المنتصر، حب هالوقت مثل الجمر طفيه بحجاية، حبك مثل موج البحر حيرني يا مد وجزر يمتع بالولاية، ومرت على بالي ودخت واخذت لي عقلي تجننت. حياكم الله مشاهدينا الكرام، اكيد اليوم راح يكون للحديث بقيه عن المفرده الشعبيه والشعر الشعبي العراقي، بما انه لدينا الكثير من الالوان الابوذيه والزهيري والدارمي والقصيده المقفط وكثير من التفصيلات المهمه بالشعر الشعبي العراقي. خلينا ارحب بزملائي اللي حقيقه منورينا في بغداد وخاصه في مبنى الاذاعه والتلفزيون في قناه العراقيه شبكه الاعلام العراقي، وفي هذا الاستوديو الكبير استوديو 800 اللي اشرف على الكثير من الاعمال المهمه الدراميه والفنيه والمطربين، فاذا كل الهلا بكم ونورتونا في العراق بلدكم الثاني. أهلا وسهلا فيك يا أحمد، شكرا لك وشكرا لكل القائمين على كل هالتجهيزات في التلفزيون العراقي المكان العريق، الله يعطيكم العافية. إذا مشاهدينا كما قال أحمد في البداية، حلقتنا لليوم من بيت للكل اجتمعنا حتى نتحدث عن الشعر الشعبي في العراق، ونحن نعلم كم هذا النوع من الشعر في العراق الشقيق بالتحديد كان يعني حاصد لكل المحاصيل الإنسانية في ذاكرة الإنسان، فتحدث عن كافة أوجه الحياة الإنسانية بكافة أيضا صورها وكافة القضايا والأمور اللي بتحصل في ذاكرة الإنسان، فإن شاء الله تكون حلقتنا لليوم حلقة تصل من قلوبنا من بيت للكل إلى قلوبكم. أنا بتفق معاكي جدا يا لانا ومع أحمد كمان، وطبعا أكيد أنا بحس إنه حلقة عن الشعر، عارفين شعوري إيه؟ أولا دي قبل حلقة الشعر، أنا سعيدة إن إحنا موجودين في التلفزيون العراقي، وسعيدة إنه مشاهدينا في بيت للكل هم كمان بياخدوا جولة داخل استوديوهاتنا تلفزيوناتنا العربية، فلسطين الأردن العراق ومصر. بيت للكل بيحس، يعني أنا بحس وأنا داخلة التلفزيون العراقي بما إني بيت للكل فهو تلفزيوني، يعني ممكن أقدم برنامجي في كده حميمية حلو. أما عن الشعر فالحال مختلف طبعا، لأنه أحمد كمان شاعر، بس عندما تسأل نفسك وأنت تمشي في العراق ودروب العراق لابد أن تجد بدل الشاعر مليون، لأن ما يعني ما نراه في العراق طول الوقت أبنية، حضارة، تاريخ، الناس تتكلم لغة عربية سليمة، يكفي أن تزور المتنبي ويكفي أن تقف عند جعفر المنصور أو تتمشى في أجواء أبو حنيفة، لابد وأن تكتب الشعر طول الوقت. الشعر هو لغة تعبر عن مداخل الإنسان، فما بالك والعراق كلها شعراء وكلها كلمات أحلى من بعضها، ويأتي الشعر العامي ليتحدث عن عموم الناس. هذه هي حلقة اليوم في بيت للكل. يعني لم تتركوا لي الكثير لأرتجل في هذه الحلقة التي أبدأها بتوجيه يعني تحية وتقدير عالي جدا لطاقم العمل منذ دخلنا التلفزيون وحتى في حلقة الأمس، ونحن قوبلنا بابتسامات وبترحاب وبحميمية طاغية نشعرها ونقرأها في عيون زملائنا، فتحية وتقدير لكل الزملاء المخرج تقنيين معنا، أبو عون بالمناسبة اليوم في الكنترول، تحية كمان لمن يغيب عنا في هذه الحلقة، فريق بيت للكل، زميلنا مصطفى أحمد. أنا أستعين بدرويش كما دائما، وهو الذي قال إن الشعر يولد في العراق، وإذا أردت أن تكون شاعرا فكن عراقيا. درويش واضح أنه بخن الأمر مبكرا فأوجز عندما أفاض بهذه المقولة، وهي طبعا مقولة نابعة من معرفة كما سبق وقلنا.